أحد الفيديوهات المتداولة والأكثر مشاهدة، أحد الشباب السعودي يتحدى الآخر بأن يعطي الفنان ماجد المهندس وردة في حفلة أبها التي كانت كاملة العدد. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا ابدأ رأيكم. الفنان ماجد المصري يشعل حفل الباحة، شكرا من القلب لهيئة الترفيه وكل العاملين فيها وعلى رأسهم الحبيب الغالي رجل المهمات الصعبة المستشار تركي آل الشيخ. شكرا للروتانا وكل العاملين فيها فرد فرد وعلى رأسهم الحبيب أبو فواز أعراب الفن الأستاذ سالم الهندي الذي يقدرني دائما لأكون عند حسن ظنه. تم وصف حفل الفنان ماجد المهندس بالطراز الرفيع بما فيهم الطرب والإبداع والرقي. أعلنت الشركة المنظمة للحفل عن نفاذ جميع تذاكر الحفل قبل البدء بساعة. قام أحد الشباب من الجنسية السعودية يتحدى الآخر وبأن يعطي الفنان ماجد المهندس وردة، وبالفعل حدث وسط تصفيق حاد من الجمهور. الفنان ماجد المهندس مغني عراقي يحمل الجنسية السعودية منذ 2010. منذ حوالي 4 أيام فقط ماجد المهندس يتخطى 2 مليون مشاهدة على أغنية كيف أخليك، حيث حققت الأغنية الجديدة للفنان ماجد المهندس كيف أخليك أكثر من 2,400,000 مشاهدة، وذلك من خلال 4 أيام منذ بدء طرحها طبعا على اليوتيوب.